بحديثك وحديث الاخوه ما شاء الله، جعلك كلام جميل جدا جدا، الله لا يحرمكم الاجر. امين. بالنسبه للكلام اللي ذكرته عن الوقف والتبرع، صراحه لا عطر بعد عروس، وكلامك ما شاء الله رائع جدا جميل ما شاء الله. انا اضيف له بسيط بس فقط، ان المال اللي تتبرع به، المال اللي تتبرع به نعمه من الله، انك وجد من يحثك على التبرع. لا توقع انك انت المتفضل، ما هو فضل منك. أحسنت. أبد والله مو فضل منك. أحسنت. يمكن الفضل ذا اللي جاء وحثك على التبرع، ولا مو فضل منك انك تتبرع. الله الله، هذا حق وواجب انك تشارك وتساهم في دروب الخير. يا سلام. لذلك نعمه نعمه انك لقيت من سهل لك التبرع، وانت قاعد في بيتك بس تمسح الباركود هذا وطق، وانت قاعد ثواني لك تبرعت. الله. والله رحت في الشمس وتدور لك فقير وتدور مساكين وتدور، جهزوها لك وسهلها. وبعدين وشو تبرع الوقف؟ ايتام. الوقف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع خلاص ما عاد في عمل إلا من ثلاث. الله. إلا من ثلاث: علم ينتفع به، يمكن بعضنا ما عنده علم ولا عنده شيء علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له ويمكن ما يلقى له ولد يدعي له، أو صدقة جارية. هذه صدقة جارية. يا سلام. أنت في قبرك من وما ندري متى بتكون يوم القيامة، الله يمكن الله. تقعد آلاف السنين وعداد الحسنات يشتغل. الله. ما يوقف، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. بعدين صدقة، ترى الله النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد كم، صلى الله عليه ما حدد، صدقة جارية، صدقة نكرة، والنكرة تفيد العموم. الله. أي صدقة أدفع لو ريال، هو شوي وسعود يقول 100 يقول 50، أنا بقول ريال. ترى الريال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق درهم 1000 درهم. الله. يمكنك أكبر. ما تملك إلا ذا الريال ويكون أحسن من 1000 ريال. أدفع، سبحان الله، إنما السيل اجتماع النقط. الله. بعدين لو تخيلنا أنا وكافل اليتيم كهاتين، يعني أنا وكافل اليتيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنا وبكر، وبكر رفيقة في الدنيا، ما قال أنا وبكر كهاتين، مع أن وبكر فضله عظيم وخير خير البشر بعد الأنبياء، ومع ذلك ما قال أنا وبكر، ولا قال أنا وعائشة وهي أحب الناس إليه، ما قال أنا وكافل اليتيم. يعني أنت اللي بتكفل اليتيم لو أنك عاصي، لو أنك عاصي ترك مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحقر المعروف هذا، ولا تحقر الفضل البسيط اللي أنت ممكن تشارك فيه. فمشاركة في وقف مثل هذا في كفالة أيتام بإذن الله أنك تدخل في هذا الفضل. الله. لا تحرموا أنفسكم من هذا الأجر العظيم. والله يجزاكم خير، هذه القناة اللي سهلتوا على الناس التبرع. الله يجزاك خير، الله يوفقنا وياكم. بالنسبة للموضوع، اي نعم، يعني والله ما قصروا يا الشباب، الله يعطيهم العافيه. لا لا لا، وانا صراحه استحيت وانا اتكلم عقبهم، لا ما نستغني منك. لكن دكتور، لكن في اضافات وتتمات بسيطه بس على الكلام، في كلمات انا نقلتها ماثوره. يقول: اقوى عامل في بناء الذات مراقبه الله، واقوى عامل في هدم الذات مراقبه الناس. الله. على النقيض. النقيض. لعلك تعيدها يا دكتور. أعيدها لأنها مهمة للفائدة. نعم. أقوى عامل في 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 بناء الذات، بناء نفسك، أنك تراقب ربك. الله أكبر. تصلح نفسك وتراقب في الخلواتك وفي شغلك وفي ما تهتم، حتى في عملك وفي وظيفتك، أنا ما همي إلا الله. هذا يبنيك، يبنيك صح. وأقوى عامل يهدمك أنك تراقب الناس. فأقوى عامل في بناء الذات مراقبة الله، وأقوى عامل في هدم الذات مراقبة الناس. فلا تحرص على أنك تراقب الناس، الناس والله لو سويت، لو حطيتهم القمر في يد والشمس في يد، من تسلم منهم؟ ما تسلم، ما تسلم مهما كان. وكما يقول رضا الناس غاية، كلنا نبغى نرضي الناس بس ما ندركها. يقال أن طبعا ما في أحد ما يسلم من كلام الناس، ما حد يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سلم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قالوا: يد الله مغلولة، الله، قالوا: إن الله ثالث ثلاثة. يقال في الأثر أن موسى عليه السلام قال: يا رسول الله، يا ربي، يا ربي، كف علي ألسن الناس، يعني يا طلبتك يا ربي كف علي ألسن الناس. قال: يا موسى، ذاك أمر ما كتبته لنفسي. الله أكبر. ذاك أمر ما كتبته لنفسي، يعني تبغى أن أكف ألسن الناس عنك يا موسى، وأنا عني ما كفيتهم عني. حاتين 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 حاتين. فذلك خل الناس يتكلمون، خال الناس يتكلم، ويحط اذن من طين واذن من عجين كما يقولون. وازود الدرجات، وازود درجاتك. سمعتوا ظاهر قصه الضفادع؟ ما انت سمعتوها ولا لا؟ قصه، لا عطناها، عطناها. قصة خياليه طبعا هي، لكنها يذكرونها دائما في بناء الذات وفي التطوير وفي، وهي هذه تخص موضوعنا هذا. يقولون في مجموعه ضفادع اجتمعوا في فندق
طبعا قصة خيالية، لا تقول حقوق عاد عليها ولا شيء تقول المطوع ذا يتسذب علينا ولا قصة خيالية طبعا وفرضية على قولتهم فرضية. فيقول مجموعة ضفادع مثل المثل مثل المثل مثل نعم. لكنها حقيقة يعني لو جيت على واقعنا نعم بتشوف أمثلة يمكن بعضكم مواجه مثلها. يقول اجتمعوا في بهو فندق وفيه درج كثير، وش قالوا يلا من يرقد الدرج؟ جو خمسة كلهم قالوا بنرقى، تحمسوا ولا بنرقى بنرقى، وقاموا الباقيين يصفقون لهم يضحكون تصفيق، ويجد الخمسة وينطلقون ويرقون ذا الدرج، يرقون الدرج يمكن حول 30 دور ويرقون الناس ناظر فيهم شوي، الخامس ما عاد قدر يكمل، ثم الرابع وقف، والثالث والثاني مشى 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 مشى، يوم قرب يوصل مع عود يطيح. الناس اللي تحت قاعد يتكلمون، اللي يمدح واللي وقف مدحه واللي يذم واللي يعلق عليه ويتكلم عليه، وفاشل فاشل وطاح طاح وما يقدر يكمل ما يقدر بيطيح بيطيح كذا، ودوريك وهو يرقى وعيونه عفوا اذانيه منصت اللي قاعد يتكلمون فيه. الين ذا الاول وصل فوق والاخير قاموا يصفقون لكلهم، فهم جو يسوون مع مقابله كيف كيف وصلت فوق؟ يقول فك القطن من اذنه، طلع القطن من اذنه، قال انا ما سمعت، انا ما قعدت اسمع المخذلين هذولي، انا لو اسمع ذا المخذلين ما رقيت القمه. هذا صح. فاللي يبغى يوصل القمه لا ينصت لكلام الناس، لا تنصت، انت مقتنع زي ما ذكرنا ما دامك ماشي في رضا الله سبحانه وتعالى ومحافظ على القوانين والانظمه، ما في مخالفات لاي قانون ولا نظام، وماشي صح في طريقك السليم، لا تنصت، لا تنصت كلام الناس، لانك لو انصت تراك بترجع ما تمشي قدام. ذلك لا تهتم بكلام الاخرين، لان كلام الاخرين في الغالب انه مخذل، مو طبعا دائما، في الغالب. يروى عن قصه شاب صغير بس انه طالب علم يحب يدرس وكذا، وراح يحضر مجلس الشيخ ذا، طبعا قديما ذي الشيخ خاله، خال الشاب هذا او الطفل، بعد كان طفل وقتها، يدرس ويدرس الطلاب ويشوف الولد يلعب ولاهي، قال انت يا ولد، خاله طبعا اخوه، قال انت ما تصلح لشيء، انت فاشل. يا كثر ما نسمع ذا الكلمه، يا كثر يا كثر ما نسمعها نحن، ويا كثر ما نقولها، استغفر الله، نقولها نقولها لعيالنا ونقولها لطلابنا ونقولها، الله يهدينا، انت ما تصلح، انت فاشل، انت ما فيك خير، واحيانا نقولها مزح، حتى المزحه تراها قويه فنحذر منها. قال انت فاشل، انت ما تصلح لشيء، يقول ولد وطلع ويشتغل على نفسه ويشد حيله و و و الين طبعا مرت السنين وتوفى الشايب الشيخ والولد هذا، ويصير شيخ ويمسك درس في مسجد، ويتجمعون العالم حوله، والعالم وهو والناس متجمعين وهو قاعد يلقي درسه، يقول الله يرحمك يا خالي، يا ليتك حي تكفر عن ذنبك. الشيخ هذا من هو؟ الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية. الله أكبر. الطحاوي صاحب العقيدة، من الآن إلى الآن كتابه يدرس في الجامعات. يدرس نعم. كتابه يدرس في الجامعات، شوف، وقال له خاله أنك ما تصلح لشيء، مع أن خاله من طلاب الشافعي وشيخ فاضل. فأحيانا تنصت لكلام الناس تراه يخذلك، إذا أنت ماشي صح على قولة الإخوة المصريين، اللي يمشي صح يحتار في عدوه. صحيح. أسلك طريقك وما عليك من أحد. أيضا في نقطة مهمة جدا، إذا أنت واثق من نفسك والله ما تلتفت لكلام الناس، ما تلتفت. أعطيك مثال مثلا، فضل. إذا أنت أبو سعود مثلا بطل العالم في المصارعة، في المصارعة، ثم جاك وانت تمشي بين العالم، تمشي في، تخيل والله عد تحريف انت ما شاء الله عد وبنيتي تعطيك البدايه، ف تمشي في الشارع وجاك طفل صغير عمره 5 سنوات وجاي يتكلم عليك، انا اقواك، انا اقوى منك، انا اطرحك، وش بتقول وش بتسوي؟ عطني وش بتسوي؟ لو قالك الطفل انا بطرحك، انا اقواك، تعال صارعني، بقول انت صادق وبروح اخليه. هذا هذا واحد، والثاني يمكن تضحك معه، تضحك يعني شوش يعني وش بيسوي لي ذا؟ ليش ضحكت عليه؟ ليش خليت انت صادق ومشيت وخليته؟ لاني اعرف انه مو بصحيح. ايوه، انت واثق بقدراتك، واثق بامكانياتك. مشكلتنا احنا ان ما احنا واثقين بامكانياتنا، عشان كذا ننصت لكلام الناس. لو احنا واثقين بامكانياتنا وقدراتنا ما همنا كلام الناس. صحيح. انا واثق باللي عندي، صحيح. فما يهمني كلام الناس، ما يهمني وش يقولون. لكن صح النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه يقول انتم شهود الله في ارضه. فكلام الناس، العقلاء، الناس الفاهمين معتبر، أخذ من كلام الناس العقلاء اللي ينصحوني يوجهوني، لكن كلام السذج، الكلام العام، الكلام اللي أعرف أنه كلام حقد وكره وبغض، هذا لا تهتم فيه.
لا تهتم فيه لأنك واثق من نفسك. فكلما كنت واثقا من نفسك كلما سرت في الطريق ولا تهتم بكلام الآخرين. بارك الله فيك يا دكتور، بارك الله فيك. اللهم شكر الله. الله لك. قبل لا أبدأ مع أبو مشبب، باسمي وباسم أعضاء مجلس النشامة